ايه اللي يخلي الاهلي النهارده كابتن حسن من وجهه نظرك يظهر بهذا المظهر اللي ما كانش جيد خالص يعني؟ والله بص، في المباراه كلها الواحد عايز يتكلم عن المباراه. احسن حاجه كان جمهور النادي الاهلي النهارده. ده جمهور كولر انتقد. احسن برضه مارس يعني كولر قال انه العدد يعني أهلي. حتى لو انتقده هو احسن حد في النهارده. هو ما انتقدش الجمهور اللي كان موجود طبعا، هو انتقد انه العدد بقى اقل يعني. بس احسن انت أحسن النهارده حاجة. لو تيجي تبص لعيبه النادي الاهلي عملت ايه النهارده؟ مفيش حد عمل اي حاجه. انت عملت تغير لعيبه وتدي فرص للعيبه كتير وما فيش ولا واحد بيستغل اي فرصه. عندك لعيبه مستوى عمال ينزل يقل، فانا مش فاهم ليه. وهم دولت يعني احنا حتى بنيجي نتكلم نقول احنا عايزين نبقى زي منتخب المغرب، عايزين منتخب مصر مش عارف ايه. النهارده النادي الاهلي ونادي الزمالك بيقدم لك اسوا مباراتين ليهم في الدوري. النادي الاهلي ما ضيعش فرصه النهارده. نادي سموحه يعني انا عايز اشكر كابتن طارق العشري، عمل اداء كويس جدا. صح. جدا جدا يعني بامانه، هو رايح للمباراه عايز ايه. انا النهارده عايز اقفل والعب كونتر اتاك في بدايه المباراه، ضغط عالي واقدم اداء كويس وضيع جونين. بس مارسيل كولر ما عجبوش الكلام ده يعني. مارسيل كولر قال بعد المباراه، انا بقالي 40 سنه بشتغل في الكوره لاعب او مدرب، ما شفتش فريق بيدافع بالفرقه كلها كده وبيلعب لعب ممل يعني، او لعب يعني في تضييع وقت والكلام ده. انا راجل كراجل، انا عايز ايه؟ انا امكانياتي ايه؟ انا ما عنديش اللعيبه اللي عندك. انا ما عنديش السكواد اللي عندك دوت. انا ما عنديش انت كل ماتش بتغير 3-4 لعيبه والثلاثه احسن من يعني انت ما بتغير 3-4 لعيبه. صح. اللي موجودين على الدكه احسن من اللي بيلعبوا اساسي. فانا ما عنديش، انا عندي لعيبه بشوف امكانياتي ايه، بلعب على قد امكانياتي.